I
كانت هذه أغنية يدوبها روف مار خصك تلوج على انتشار مغاربي تمس في الجزائر في ليبيا. والله أكيد هو ما فهمش فنان اللي ما نتشرف خاطر بعروبتي ونتشرف بأصالتنا طبعا. علاش لا اليوم نحب نوصل الكلمة ولا اللحن والجو التونسي متاعنا، علاش لا ما يوصلش عربيين كما نجح كما نجحوا هما الفنانين العرب اليوم كيف جونا لتونس بلهجتهم بأغانيهم، علاش لا علاش لا. يلا باش نمر إلى فقرة بعض الصور. أوكي نشوفوا بعض الصور ونحب من عندك التعليق. يلا نمشي إلى الصورة الأولى. الفنان نور إمهن. سيدة ذايا الفنان الإنسان الطيب ذايا نوجه له تحية ساعة نور الفنان القدير نور مهنا اللي أعطاني فرصة. ممكن تمنيت أعطاك فرصة فيش؟ هاي مزيت نحكي أي بيسيرش أعطاني فرصة في وقت استحقيت فيه ممكن ولاد بلادي في الفترة هذه. كلمت وش قلت له؟ شو قلت له؟ معنا في الوقت هذاك أي اللي هو في مسرح كارتاج حفلة أي كنت باش نكون موجود في الحفل واحدة من الحفلات متاع كارتاج. لقيت الصد من جماعة اللي علينا فيهم ولاد بلادي مثال تونس. ما عطاوكش الفرصة هذه؟ ما عطونيش الفرصة. براني نقولوا براني يعني هو ولد بلادنا، أما براني عطاك الفرصة. تيبا صحيت هي من الاخر السيد هذا قال لهم السيد هذا جيبوه ما غير بروفا ما غير حد شيء جيبوا لي رؤوف ماهر. جيبوا رؤوف ماهر إيه وحاب نشكر طارق العصادي صديقي وخويا اللي ايه. كان هو وسيط طارق راهن يعني عليك العصادي انت تعرف على شنو ضرب البوني على رؤوف ماهر وله الفضل في هذا. صحيح صحيح. يلا نمشي للصورة الثانية. احنا حكينا عليه وهو موجود طارق طارق العسل هاك انت حكيت عليه وتعرف طارق نوجه له تحيه. طارق اذا ميزي عليك انت معناتها كان تحدي بالنسبه لي رؤوف ماهر. والله السيد خاطر ولاد بلاده يعني ما عادش غادي خي ولاد بلاده سيدي نحسبها باللي تحب ولاد بلاد ولاد كي توصل انت تأيس كي توصل لمرحله الضرب والاقصاءات وكل الحاجات والدنيا الكل سايين سيفيني الواحد فهمتني معناها يأيس ومورالمون تبدا في زيرو. السيد هذا يرجعني رجعك صبر واصبر وهذا يوصل وعاونك وهذا يوصل جاب لي فنان عربي وملحن عربي معروف وانت تعرف فكر انا حاضر مروان الخوري موجه له تحيه جاب للدار نتاعه وعلى اساس باش يصير تعامل مع بعضنا وكذا. فاليوم السيد هذا نحب نقول له راهو مزيتك وفضلك وصداقتك هو اخ معنا احنا معناها كيما هو كيما مدام رانيا معنا اللي وقفوا معايا راني مش باش ننساكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. باهي نرجع الحوار الصور من بعد ونمشي توا الى صور وفيديوهات اهم الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زميله ريهام بن علي. ريهام مساء الخير.